سيد بيانون، الحقيقة في ناس كان عندها اعتراض كتير على المجلس الوطني السوري لسبب مهم، بأنه الإخوان المسلمين سيطروا على هذا المجلس. أولا يعني الإخوان المسلمون هم جزء مكون من مكونات المعارضة السورية، هم جزء من مكونات الشعب السوري، موجودين على الساحة، معارضين منذ أكثر من 40 سنة، تحملوا ودفعوا كلفة هذه المعارضة غاليا. هناك حتى هذه اللحظة هناك قانون يحكم عليهم بالإعدام لمجرد الانتماء إليهم، فهم موجودون كمعارضين. هل ذنب الإخوان المسلمين أنهم منظمون؟ هل ذنب الإخوان المسلمين أنهم متماسكون؟ أنا أدرك أنه في غياب للمعارضة السورية نتيجة السحق اللي فعله النظام السوري، نتيجة التدمير اللي عمله في بنية المجتمع السوري. الإخوان بقوا أكثر تماسكاً، أكثر تنظيماً. هذه مشكلة الإخوان. أنا أعتقد أن الإخوان لما كانوا في المجلس الوطني قبل إعادة هيكلته، ولما كانت الأمور توافقية وليست عن طريق الانتخاب، كانوا يشكلون نسبة لا تزيد عن 15% منهم.